ننتقل لورقة عمل الدوائر الحمراء. لو كان عندي داتا ندخلها من قبل وحبيت أوضع شرط مثلا على عمود الرواتب أن يكون الراتب أكبر من 300، وبعد ما أعمل الشرط هذا بدي أميز الخلايا اللي ما حققت الشرط. أول شيء بنحدد الداتا، نذهب لقائمة الداتا داتا فاليديشن، نعمل الشرط مثلا less than 400، أقل من 400 يجب أن يكون الراتب أقل من إيش 400، وبنعمل أوكي. هلا أياهن الخلايا اللي ما حققت الشرط، نذهب لداتا فاليديشن مرة ثانية. من ضمن خيارات داتا فاليديشن في إشي اسمه سيركل انفاليد داتا. لو نختار سيركل انفاليد داتا راح يحدد لي 450 والخمسمية والستمية واربعين والاربعمية وعشرة، اللي هم الخلايا اللي إيش اللي أقل، اللي ما حققت الشرط اللي هو أقل من 400. نعيدها مرة ثانية حتى أخفيهم، نختار Clear Validation Circle. إذن حتى أعمل دوائر حمراء على الخلايا التي لا تحقق الشرط، حكينا منحدد الداتا أول شيء من Data Validation، نعمل الشرط اللي بدنا إياه مثلا Equal to 450، بدي الخلايا التي تساوي 450. نرجع مرة ثانية داتا فاليديشن، اعمل لي سيركل على انفاليد داتا، اعمل لي دوائر حمراء على الخلايا اللي ما حققت الشرط. راح اعمل دوائر على كل الحقول الا ال 450 اللي هي تحقق ايش الشرط. حتى نخفيهم داتا فاليديشن كلير داتا فاليديشن. ننتقل لورقة نصوص فقط. لو طلب مني إنه الخلايا من A2 إلى A10 تقبل فقط نصوص، تقبل فقط إيش نصوص، يعني في حالة خال أرقام إلها يعطيني مسج إنه أنت قاعد تشتغل غلط. منروح على Data Validation. من Data Validation من عند Allow نختار Custom، نختار Custom. Custom اللي هي إنه أنا أتحكم في الإدخال. من كاستم من قائمة فورمولا بدي ايش هي، بقول لك الفورمولا اللي بتحدد لي انه فقط يقبل نصوص. الدالة اللي لازم احطها حتى يقبل فقط الخلايا فقط نصوص اسمها is text. is text اول شيء نكتب يساوي is text لخلية A2 اللي هي اول خلية من ضمن الرينج اللي انا حددته. اذا نكتب بالفورمولا تساوي is text، ومنفتح قوس بنحط A2 اللي هي أول خلية ومنسكر القوس ومنعمل أوكي. هلا في حالة إدخال أحمد مثلا رح يقبلها، في حالة إدخال 14 ما رح يقبلها. ليش؟ لأن أنا دخلت له أرقام. مرة ثانية بنحدد الداتا من داتا فاليديشن من عند الكاستم، بنكتب دالة اسمها تساوي is text، ومنفتح قوس بنحط اسم اول خليه اللي هي A2 ومنسكر القوس وبنعمل ايرور اليرت مثلا التايتل الادخال خطا، يجب ان يكون الادخال نص فقط وبنعمل اوكي. لو مثلا ندخل علي راح يقبلها، انجليزي نفس الشيء علي راح يقبلها. لو ندخل ارقام نعمل اوكي، الادخال خطا يجب ان يكون ادخال ايش نص فقط. ننتقل لورقه فقط ارقام، نفس الشيء. لو حبينا نعمل شرط على الخلايا اللي هي من A2 الى A10 بحيث يتم ادخال فيها فقط ارقام، نذهب لداتا فاليديشن من السيتنج نختار كاستم بالفورمولا. بالفورمولا هون نكتب دالة اللي هي فقط أرقام اللي هي ساوي is number.
لما اخذنا داله ان نكتب فقط تكست كتبنا الداله اسمها تساوي اس تكست. اذا هون بدي انا احدد انه فقط يقبل فقط ارقام نكتب يساوي is number وبنختار اول خليه اللي هي A2 وعلى الايرور اليرت على التايتل الادخال خطا يجب ان يكون الادخال فقط ارقام وبنعمل اوكي. خلونا ندخل مثلا 40 راح يقبلها، ندخل علي ما راح يقبلها، بقول لك الادخال خطا يجب ان يكون ادخال ايش؟ فقط ارقام. اذا الداله اللي بتحدد لي البيانات فقط تقبل ارقام بنحدد الداتا بنروح على داتا فاليديشن من السيتنج من عند الاو بنختار كاستم وبنكتب داله تساوي از نمبر وبنختار اللي هي اول خليه اللي هي الاي 2 وبنعمل اوكي.